أما في خبر آخر، أعطى رئيس الحكومة المفوض كمال مرجان صباح اليوم بجابس إشارة انطلاق عمليات استغلال حقل نوارة للغاز الطبيعي الذي سيمكن من الرفع ب 50% من الإنتاج الوطني للغاز وتقليص الواردات من هذه المادة ب 30%، ويطلع على مركز خزن غاز المسيل بالمنطقة الصناعية غنوش جابس. خليني أقول أنه هذه أول زيارة لي بعد معناها دخولي للحكومة، وخاصة تكليفي بصفة وقتية برئاسة الحكومة. تعرفوا السيد الرئيس مترشح الانتخابات وفضل باش معناها ما يكونش في حتى ما يقولوش أو يستعمل في معناها إمكانياته الحكومية وكذا، وشرفني باش نكون مكانه خلال اشتغاله في الحملة، وبالتالي كان هي أول زيارة وانا سعيد هذا بهذا. وبطبيعة الحال لست فني انا تقني باش نجم نفهم كل هالامور هذه، ولكن الاتجاه بالنسبه للبلاد بطبيعة الحال هو الاعتناء بكل ما يمكن ان يفيد مهما كانت سيد وزير القرارات بعد مجلس المضيق على القرارات القرارات بطبيعة الحال فيما يخص ولايه جابس وقع النظر فيها، وهذه مش اول مره، وسيقع النقاش فيها بطبيعة الحال في بالنسبه لتطبيقها واعتمادها مع السلطة الجهوية في الوقت اللازم. زيارة في أكبر مشروع موجود في تونس هذية، هو مشروع لونفي، مشروع كبير، مشروع احنا من نجم نكونوا كان فرحانين، ما يهمنا الوحيد وانشغالنا الكبير ووجودنا زادة موجودين هنا نواكبوا في الزيارة، همنا الوحيد هو التشغيل وما أدراك ما التشغيل. اليوم تعرف جابس اللي كنا في المرتبة الثالثة في التشغيل في البطالة، اليوم مشكلتنا ما هي سهلة في الجهة، اليوم عندنا أمال كبيرة اللي كون عندنا نسبة باهية في التشغيل في الشيء هذايا، عملنا جلسات، عملنا اتفاقيات، عملنا محاضر جلسات، إن شاء الله اليوم صارت إشكاليات صغيرة، إن شاء الله في خضم الأيامات القليلة القادمة سيكون حسم ممكن في الأسبوع المقبل إن شاء الله، يوم الأربعاء الأسبوع المقبل عندنا الجلسة النهائية في مسألة الانتداب، وهذايا كل شيء عندنا محاضر جلساتنا باتفاقياتنا، الناس كلها مضت، لون في مضت، ليتاب مضت، الوزارة مضت، السلطة الجهوية مضت، الاتحاد الجهوية للشغل بجابس مضى. بشرة للأخيان هذوما اللي عندهم الأولوية المطلقة في الانتداب، وهذا إن شاء الله مكسب باش ندافعوا عليه. والمشوار ماهوش طويل ياسر، ما يحب له وقفة ويحب له شوية عزيمة وقوة، وإن شاء الله بإذن الله باش يتحقق، ولنا لقاء آخر إن شاء الله بإذن الله كي الخيان يدخلوا وقت تشوف فيه من الأولاد كلها يعرفوا كل كبيرة وصغيرة موجودة هنا وفي أيدي يمين.